سلام خوتي خواتاتي، مرحبا بكم في فيديو جديد على القناه. في هذا الفيديو كنقترح عليكم قميص لعيد الاضحى المجيد، الله يدخلوا علينا بالصحه والعافيه والرزق والتيسير للجميع ان شاء الله. بالنسبه للقميص ديالنا هو ديال الجوهره، مخدوم بالرنده ديال اليد وبالعقيق، كما كتشوفوا فيه لوينات اللي هي رائعه. كنحاول نجيب لكم هذا الالوان اللي كتشابه، كنحاول نوضعها لكم مع بعضياتها باش تعرفوا الفرق بيناتهم. كما كتشوفوا كيجي في الخضيدر غزال، وكاين ايضا الوان اخرى، كاين الاصفر، كاين الازرق، كاين البنفسجي، كاين بزاف ديال اللوينات اللي تناسب كاع الاذواق ان شاء الله، واللوينات اللي هي بدوغري اللي هو زوين غزال. كيجي بالحزام ديالو كما كتشوفوا. بالنسبه للثمن، الاثمنه ديالنا دائما اثمنه اللي هي مناسبه، اثمنه اللي هي حصريه، فقط 250 درهم. وبالنسبه للطاي عندنا من ال حتى ل 3 اكس ال، غير هويا كتجي شويه سنتري، الا بغيتيها تكون شويه واسعه كتاخدي طاي كبر منك. شكرا على المتابعه، الى اللقاء.